ماريو كافي قناة زيرتوب التي دائما ما تنشر فيديوهاتكم يعني في بروكسل في بلجيكا وما غير ذلك. المهم أنا شخصيا كيوبا تجمعني واحد العلاقة كبيرة مع الجزائر توب بحكم واحد الشخص منكم صديق مقرب هو الأستاذ جميل، تجمعوني به واحد العلاقة أخوية، كنمشي عنده كيجي عندي، لهذا القناة ديال توب ولو لولا التعب وكذا ولكن لابد غنعطي لها التصريح، وراكم شادين واحد الطريق مزيان الصراحة، نتمنى إن شاء الله الله يوفقكم وتمشيوا على هذا الطريق وتكونوا إن شاء الله واحد منبر من لا منبر له، وغادي يكون إن شاء الله في قادم الأيام منبر حتى للريفيين والقضية الريفية، وكنشكر كل المشتغلين في هذه القناة العظيمة الجزائر توب. شكرا بزاف، بارك الله فيكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.